بيبدأ الفيلم في نيويورك بست اسمها مارجريت، واللي بتشتغل مدير التحرير لدار نشر شهيرة في نيويورك. وبتكون مارجريت شخصية جادة جدا وبتحب شغلها جدا، لدرجة ان كل الموظفين اللي بيشتغلوا معاها في دار النشر بيترعبوا منها بمجرد وصولها الصبح او حتى لمجرد مرورها من جنبهم. وبيكون لمارجريت مساعد اسمه اندرو، وبيكون اندرو من اهل باكستان في ولاية الاسكا، واللي بيملكوا مشروعات كتيرة جدا في الاسكا. واللي بيتولى ادارة مشروعات العيلة دي هو جو باكستان ابو اندرو، واللي بيتمنى بان ابنه اندرو يرجع ويشيل عنه الحمل شوية. ولكن اندرو هربان من ثراء عيلته وبيتمنى بانه يشتغل محرر في الدار لانه بيعشق المهنة دي. ورغم ان اندرو غني ولكنه مش بيبين ده لأي حد، لدرجة ان مديرته نفسها مارجريت مش بتبقى عارفة انه غني. وفي مرة اندرو بيدي لمارجريت مديرته مقالة هو كاتبها عشان تنشرها له، ولكنها بترفض وبتقول له بان هي محبتش المقالة دي. ولما بتوصل مارجريت الصبح للدار بتاخد اندرو معاها وبتدخل مكتب بوب مساعد التحرير، واللي مارجريت تبقى مديرته. وبتطلب مارجريت منه ان هو يمشي ويسيب الدار، وبتدي له مهلة شهرين عقبال ما يدور على وظيفة تانية، لانها كانت طلبت منه حاجة تخص الشغل وهو كسل. فبيتفاجئ بوب بقرارها الاستبدادي ده وبيغضب. ولما هي واندرو بيخرجوا من مكتب بوب بيخرج بوب وراهم وبيفضل يزعق، ولكن مارجريت بتكون هادية جدا ومش بترضى تزعق له، ولكن انها بتهدده بان هي هتفضحه قدام مراته عشان هو كان على علاقه بواحده شغاله معاهم في الدار، وكمان بتقول ان هي ممكن تخلي الامن يطرده بره. فبيضطر بوب ان هو يسكت، ولكنه بيدخل بعدها يشتكي لاصحاب الدار، ولان مارجريت الجنسيه بتاعتها كنديه فكانت مقدمه على طلب فيزا عشان تاخد اقامه في الولايات المتحده، ولكن الطلب بتاعها اترفض بسبب تقصير منها، وعشان كده بقى صعب عليها ان هي تفضل في امريكا، ولازم تقدم طلب فيزا جديد وتخرج قبلها من الولايات المتحده لمده سنه، وبعد كده ممكن يتقبل الطلب. فبتحس مارجريت الصدمة لما بتكون في مكتب مديرينها وهم بيقولوا لها الكلام ده، فبتقول لهم ان هي ممكن تباشر عملها عن طريق الانترنت، ولكنهم بيصدموها وبيقولوا لها بانهم اصلا هيعينوا بوب مكانها اللي هي لسه ترضاه من دقايق. فبتفكر وقتها مارجريت بسرعه في ان هي تقول لمديرينها بان هي هتتجوز اندرو، وبكده تقدر تاخد إقامة في الولايات المتحدة بناء على ان هي هتبقى زوجة مواطن امريكي. فبيتفاجئ اندرو بكلام مارجريت وبيندهش ومش بيعلق من كتر دهشته، ولكن المديرين بيباركوا لهم وبيهنوهم. وقبل ما مارجريت واندرو يخرجوا من المكتب بيكون خبر جوازهم انتشر على الملأ، ولما بيدخل اندرو بعدها وبيتكلم مع مارجريت على اللي هي قالته بتقول له ان دي انسب طريقة عشان يساعدها، وان هو لو رفض ده فبوب هيمشيه لان بوب هياخد مكانها، وبتقول له ان لو بوب مشاه حلمه هيموت كمحرر لان هو نفسه يبقى محرر. وبتطمنه كمان بان الجوازه دي هتكون كده وكده لحد ما تثبت رجلها في امريكا، وبعد كده يتطلقوا عادي. فبيضطر اندرو ان هو يوافق. هو بيروح على طول بعدها لمكتب دائره الهجره والتجنيس الامريكيه، وبتقدم مارجريت على طلب تاشيره زواج لموظف الاستقبال. فبيدخلهم هي واندرو بعدها للمكتب، وبيجي لهم واحد اسمه مستر جيلبرت، وبيكون المسؤول عن استلام طلبات تاشيرات الزواج، وبيقعد معاهم، ولكنه بيكون عنده معلومه مسبقه من بوب ان مارجريت عاوزه تتجوز عشان تاخد الجنسيه. فبيحذرهم هنا جيلبرت وبيقول لهم بان التلاعب بالقانون في الحته دي ممكن يعرض مارجريت للترحيل النهائي لكندا، وكمان هيعرض اندرو للسجن 5 سنين وغرامه توصل لربع مليون دولار. فبيقلق اندرو جدا ولكنه مش بيعلق، بس مستر جيلبرت بيقول لهم بانهم ممكن يقولوا من دلوقتي الحقيقه لانه هيحطهم في اختبارات عشان يعرف اذا كانوا مرتبطين بجد وبيحبوا بعض ولا لا. وبيديهم مستر جيلبرت ميعاد بعد 3 ايام عشان الاختبارات، ولكن رغم كل الكلام الخطير اللي اندرو سمعه ده بيقرر اندرو ومارجريت يكملوا في الموضوع. وبتقول مارجريت لمستر جيلبرت بان هي مسافره مع اندرو لبلده عشان عيد ميلاد جدته، وبيقرروا يمشوا في الاجراءات ويكملوا الخطه دي بعد ما بياخد ورق فيه اسئله كتير جدا من اللي هتيجي في اختبار دايره الهجره عشان يقدروا يبقوا عارفين الاسئله المتوقعه. ولما بيخرجوا من مكتب الهجره بتبدا مارجريت تحفظ الاسئله اللي ممكن تتعلق باندرو عشان لما يتسالوا عن بعض يبقوا عارفين، وبتطلب من اندرو يعمل كده ولكنه بيكون خايف. وبيبدا اندرو يساومها على اللي هيعملوه وبيقول لها بان لو مشيت الخطه بنجاح لازم تعينه محرر وكمان تنشر الكتاب بتاعه وتطبع منه 20,000 نسخة. فبتضطر مارجريت توافق طبعا لان مفيش في ايديها حاجة تعملها، وكمان اندرو بيزودها جدا في الشروط وبيقول لها بان هو بس اللي هيعلن لاهله خبر خطبتهم وانهم هيتجوزوا في الوقت اللي هو هيحدده، وكمان بيقول لها تنحني على ركبها عشان تطلب منه طلب الزواج بلطف. وفعلا مارجريت بتعمل كده وبيمشي بعدها اندرو وبيسيبها على الارض. تاني يوم بيسافروا لألاسكا وهم في الطيارة بيراجعوا الأسئلة المتوقعة ليهم، وهنا أندرو بيقول لمارجريت بأن هو هيكون أشطر منها وهيجاوب على أسئلتها كلها لأن هو عارف كل حاجة عنها بحكم أن هو المساعد بتاعها، أما هي فهي هتحتاج وقت كبير عقبال ما تعرفه. ولما بيوصلوا لألاسكا وتحديدا بلد اسمها سيتكا بتستقبلهم جريس والدة أندرو وآني جدته، واللي بيكون أندرو وحشهم جدا ومشافهمش من 3 سنين، وبيكون واضح على جريس وآني بأن عندهم معرفة مسبقة من الأول بأن مديرة أندرو ست مستبدة، ولكنهم بيقابلوها بترحاب.
وبيرحبوا بيها في بيتهم. وفي الطريق بتلاحظ مارجريت بان في محلات ومشاريع كتير في البلد باسم عائلة باكستون اللي هي عائلة اندرو، فبتستغرب لانه ما قالهاش قبل كده ان هو غني بالشكل ده. وعشان يكملوا طريقهم للبيت فلازم يركبوا لانش، ولما بيوصلوا باللانش لبيت عائلة اندرو بتتفاجئ مارجريت واندرو بان عيلته عاملين لهم احتفال صغير على قد وعازمين فيه 50 واحد بس. وجوه الحفله بتسال مارجريت اندرو هيعلن خبر جوازهم للناس امتى، ولكنه بيكون مش مستعجل خصوصا انه صعب عليه يقول كده مره واحده للناس، فلازم يمهد لهم الاول. وبيفكرها بان ده ضمن شروطه وهو ان يقول الخبر وقت ما هو عايز. ولكن لما جو بياخد اندرو ابنه على جنب عشان يكلمه شويه بيقول له ازاي تجيب مديرتك هنا، فبيقول له اندرو هنا ان هو خطب مارجريت وهيتجوزها، فجو بيسكت لانه اتفاجئ. وبعدها بيروح اندرو وبيقف قدام الناس كلها وبيقول لهم بانه خطب مارجريت وهيتجوزوا قريب، فالكل بيفرح لهم ما عدا جو لانه متحفظ على الجوازه دي جدا. وفي الحفله بتكون جيريت صاحبه اندرو موجوده هي كمان، وجيريت كانت انفصلت عن اندرو زمان بسبب ان هو سابها وسافر نيويورك يدور على احلامه، ولكن رغم كده بتهني جيريت. ولما الناس كلها بتطلب من اندرو يحكي لهم محبوا بعض ازاي، بيدبس اندرو مارجريت بان هي تحكي لان هو ما عندوش قصه مزيفه يقولها، فبتفضل مارجريت تحكي وتحاور في كلام رومانسي وخيالي، والناس بتكون قاعده مبسوطه. وبتقول للناس في اخر كلامها بان اندرو عشان يطلب ايدها للجواز نزل على ركبه وترجاها كتير، فبيضطر اندرو يسيرها في الكلام ويسكت. فالناس كلها بتنبسط بالحكايه الرومانسيه دي وبيفضلوا يزنوا عليهم عشان يبوسوا بعض، فبتدبس اندرو ومارجريت وبيبوسوا بعض. وبعدها بتكون اني محضره لهم اوضه يناموا فيها سوا بما ان هم خلاص هيتجوزوا، فبيفرش اندرو على الارض وبينام وبيسيب لمارجريت السرير. وتاني يوم الصبح بتصحى مارجريت على جرس تليفونها فبترد، وبيكون واحد اسمه فرانك بينهم شغل بيتصل بيها، فبتلبس مارجريت هدومها بسرعه وبتخرج تتكلم في التليفون بره البيت. ولما بتخرج بره تتكلم بيخرج وراها كيفن الكلب بتاع اندرو وبيفضل ينبح عليها، وفجاه بيظهر نسر في السماء وبينزل ينقض على كيفن الكلب وبيخطف كيفن. فبتفضل مارجريت تحاول تخلي النسر ده يرمي كيفن تاني، وفعلا النسر ده بيرميه على الارض وبيروح النسر خاطف موبايل مارجريت بدل الكلب. ولما بيصحى اندرو من النوم بيخرج لمارجريت فبتقول له على اللي حصل، ولكنه بيطمنها ان هو هيجيب لها تليفون تاني وخط بنفس الرقم. وبيطلب اندرو منها ان هي تخرج شويه مع جريس مامته، وبتكون مارجريت ملهاش رغبه في الخروج ولكنه بيقنعها تخرج مع امه وجدته. وبالفعل بتاخد اني وجريس مارجريت وبيروحوا على مكان يشربوا فيه وبيكون كله ستات، وهناك بيكون في واحد اسمه رامون بيشتغل تبع عيله اندرو في اي شغلانه، وهو اللي بيقدم العرض الترفيهي على مسرح صغير جوه المكان اللي دخلوه. فبيلبسوا مارجريت الطرحه وبيخلوها تقعد على كرسي وسط الستيج، وبيبدا رامون يرقص جنبها بحركات استفزازيه لحد ما هي بتتخنق وبتخرج بره المكان. وبتجي لها وقتها جيريت اللي كانت مصاحبه اندرو زمان، وبتبدا تتكلم مع مارجريت عن اندرو وقد ايه هو انسان كويس. ولما بتسالها مارجريت عن قصه حبهم زمان بتقول لها جيريت بانهم اول ما اتخرجوا واستلموا الشهادات قرر وقتها اندرو ان هو يسافر ورا حلمه، وبالتالي جيريت رفضت ده لان هي ما تقدرش تبعد عن اهلها، وانفصلوا ساعتها. في الوقت ده اندرو بيكون بيتكلم مع ابوه وبيعتذر له ابوه لان هو كان معارض جوازه من مارجريت، وكمان بيفتح مع جو حوار الشغل وبيطلب منه يبشر اعمال العيله مكانه، وده الكلام اللي دايما اندرو بيكره يسمعه. فبيقول اندرو جو بان الحوار ده بالنسبه له مقفول، وان شغله في دار النشر اللي في نيويورك هي بالنسبه له كل طموحه. ولما بترجع مارجريت مع اني وجريس للبيت بيلاحظوا بان اندرو متضايق جدا، فبتفهم على طول جريس بان جو عكر مزاجه وان هو اكيد كلمه تاني عن شغل العيله، فبتتخانق جريس مع جو وبتقول ان هي مش مستعده تستنى تاني تشوف ابنها بعد 3 سنين، وان هو بالشكل ده ممكن يسافر ويتجوز ويخلف وما نشوفش عياله. وبتطلب من جو انه يصلح اللي عمله ده ويصلح اندرو وما يجيبلوش سيره اعمال العيله دي تاني. وبيجي الليل وبيكونوا نايمين مارجريت على السرير واندرو على الارض، ولكنهم بيكونوا صاحيين ومفتحين عينيهم. فبتبدا مارجريت تسال اندرو عن توتر علاقته بابوه، ولكن اندرو بيرفض يتكلم في الموضوع ده. فبتبدا مارجريت بدون مقدمات تتكلم عن نفسها وعن حياتها زمان، وبيفضل اندرو يسمعها وبيقول لها بان هي انسانه جميله وتستاهل كل خير، وبيفضلوا يغنوا الاغنيه المفضله لمارجريت. وتاني يوم بتصحي جريس العرسان ومعاها الفطار، فبتروح مارجريت بسرعه تقوم اندرو من على الارض عشان يقوم ويقعد جنبها على السرير عشان لما جريس تدخل ما تشكش في حاجه. وبالفعل بتدخل جريس ومعاها جو وكمان الجد اني، وبيقترحوا على اندرو ومارجريت بانهم يتجوزوا بكره خصوصا بان بكره هو عيد ميلاد الجد اني، ولكن مارجريت بتقول لهم بان هي مش عاوزه تلغي فرحه الجده بعيد ميلادها ويبدلوه بفرحهم هم، ولكن اني بتقول لها بان هي احتفلت بيه 89 مره فمش هتيجي على المره 90. بتقول لهم كمان اني بان مراسم الجواز هتتم جوه حظيره البيت لان ده عرف تقليدي للعيله بتاعتهم، فبيضطر اندرو ومارجريت انهم يوافقوا. وبعد ما بتخرج الجده وجريس وجو من اوضه الارسام بيكون اندرو عنده تخوف احسن عيلته يعرفوا الحقيقه ويعرفوا ان الجوازه دي قايمه على المصلحه، فبيقول لها اندرو بان هو خايف على الجده تحديدا لانها لو عرفت سرهم ده ممكن يجي لها ازمه قلبيه، ولكن مارجريت بتطمنه وبتقول له بان الجواز ده مش هيستمر كتير وبعدها ممكن يتطلقوا، بس الاول تكون امنت نفسها وخدت الاقامه. وبعدها بتقوم مارجريت
بتلبس هدومها وبتنزل تاخد العجلة عشان تتمشى بيها شوية وسط الغابة. وفي الغابة بتتفاجئ مارجريت بالجدة آني وهي مولعة نار ولابسة زي الهنود الحمر وبتكون بتغني، فلما بتشوفها بتقولها تيجي تغني معاها لأنها بتكون بتغني للطبيعة. فبتفضل مارجريت ترقص وتغني زي الجدة، وبيجي لهم أندرو بياخد مارجريت وبركبوا اللانش، وبيروح أندرو يشتري لها تليفون وخط زي ما وعدها. وبتتفاجئ مارجريت وقتها بأن رامون برضو بيشتغل في المحلات دي. وبعدها بتروح مارجريت نت كافيه عشان تدخل على النت وتبشر شغلها، ولكنها بتتفاجئ بان الجهاز بطيء جدا. وبعد ما بتخلص مارجريت بتتقابل في الشارع هي واندرو وجريس واني، وبياخدوا مارجريت من اندرو وبيودوها لمحل خياطه كانت والده اندي بتملكه عشان اني تخلي مارجريت تلبس فستان شيك من سنه 1929 ويخلوها تتجوز بيه. والفستان ده كانت والده اني عاملاه ليها زمان، وكمان بتلبسها اني حوالين رقبتها عقد بقاله 150 سنه، وبيكونوا فرحانين بيها جدا. وده اللي بيبدا يعذب مارجريت اكتر، لان الناس الطيبه دول ما ينفعش ان هي تغشهم. وبيكون اندرو مستني مارجريت في اللانش، فلما بتخلص مارجريت بترجع على اللانش وبتسوقه هي، وبتكون غضبانه وزعلانه من ان هي بتغش عيله اندرو. وبتقول له بان هو لازم يتمسك بعيلته لان الحنان والاهتمام ده ملوش تمن، وبتقول له كمان بان هي مفتقده احساس العيله ده طول عمرها وان هي مش عاوزه تحرمه منه. ولكن وهي بتتكلم بيكون اللانش داخل في برميل في البحر، فبياخد اندرو بسرعه الدفع وبيتفادى البرميل ده، ولكن بتكون مارجريت وقعت في البحر، فبيلف اندرو باللانش عشان ينقذها. ولما بيخلصوا بيرجعوا على البيت، وهناك بيلاقوا مفاجاه غير متوقعه في انتظارهم، وهي ان مستر جيلبرت تكلم جو وراح له ومستنيهم هناك. وبيقول لهم مستر جيلبرت الاخر مرة ممكن تعترفوا بان الجوازة دي فيها تحايل على القانون، ولكن اندرو بيصمم ان هو بيحب مارجريت وهيتجوزها، وبيمشوا وبيسيبوه. وطبعا جو بيضطر يخبي الخبر ده عن مراته وامه. وبعدها لما اندرو ومارجريت بيطلعوا اوضتهم بتكون مارجريت حسب احراج، لان اندرو طلع شهم وقال ان هو بيحبها وان هو دلوقتي معرض نفسه للسجن والغرامة عشان ينفذ لها طلبها، ولكنه بيقول لها بان هي لو كانت مكانه كانت عملت كده واكتر، فبيحرجها بشهامته اكتر من الاول. وتاني يوم يكون الفرح وفي نفس الوقت عيد ميلاد اني، وبتكون اني فرحانة جدا بمارجريت خصوصا بعد ما لبستها فستانها والعقد. وبرضه بنلاقي في الفرح رامون وبيكون عامل نفسه قص عشان يجوز اندرو ومارجريت، ولكن قبل كده مارجريت بتقول كلمة للناس كلها وبتعترف لهم بحقيقة الجوازة دي وان هي قايمة على مصلحتها هي، وبتحكي لهم قصة ترحيلها وكل حاجة وان هي اللي ارغمت اندرو على الجوازه دي وبتخلي مسؤوليته تماما عن كل حاجه. فبتنصدم الناس كلها في كلام مارجريت ومنهم طبعا مستر جيلبرت. وبتقوم مارجريت بعد كده وبتدخل اوضتها وبتغير الفستان وبتوضى بشنطها عشان تمشي، فلما اندرو بيطلع لها الاوضه مش بيلاقيها، ولكنه بيلاقي منها جواب بتقول له فيه بان هو هيبقى محرر ممتاز وبتتمنى له مستقبل كويس، فبيقرر ان هو يلحقها. ولكن بيحصل جدل بين اندرو وابوه بسبب مارجريت، بس لحسن الحظ اني وجريس بيكونوا في صف مارجريت وبيبقوا عايزين اندرو يلحقها ويتجوز جدا. فبتعمل اني نفسها بان جالها ازمه قلبيه، فبالفعل بسرعه بيطلبوا الاسعاف وبتوصل طياره الاسعاف وبياخدوها على المستشفى. ولكن وهم في الجو بتفوق اني وبتعرفهم بان هي عملت كده عشان خاطر اندرو يلحق مارجريت، وكمان بتوصي جو بان هو ما يفتحش حوار الشغل ده تاني مع اندرو. وبدل ما طياره الاسعاف بتنزل في المستشفى بيغيروا اتجاهها وبيروحوا على المطار، ولكن للاسف بتكون مارجريت سافرت نيويورك ومعاها جيلبرت علشان يسلمها للسلطات ويرحلوها لبلدها. وساعتها بتقول جريس واني لاندرو بان مارجريت زوجه ممتازه وخسارة يضيعها من ايده وان هي شكلها بتحبه جدا وعشان كده سافرت وسابته واعترفت للناس عشان هو ما يندرش. فبيقرر اندرو يسافر وراها ويلحقها، وبالفعل بيسافر وبيلحق مارجريت في دار النشر وهي بتلم حاجتها عشان تمشي. ولكن اندرو بيقول لها وقتها بان هو بيحبها وان هو عاوز يتجوزها، وبيقول لها كمان بان الشعور ده ما كانش عنده قبل 3 ايام وان هو ما كانش بيحبها خالص، بس من وقت ما قربوا لبعض في الثلاث ايام دول حبها بجد. فبتحاول مارجريت تشرح له بان هي مش هتكون زوجه كويسه وان هي شخصيه استبداديه، ولكن اندرو بيقول لها بان كل ده مش مهم بالنسبه له وان هو بيحبها. وبيروحوا دايره الهجره والتجنيس عشان يقعدوا مع مستر جيلبرت اللي بيفضل يسالهم اسئله بيلخبطهم فيها. فبيعرف مستر جيلبرت هنا بانهم لسه ما يعرفوش كتير عن بعض، ولكن بجانب قانون الاقامه والجنسيه اللي بيطبقه مستر جيلبرت بيطبق كمان معاه قانون تاني انساني، وبيسيب مارجريت واندرو يكملوا اجراءات جوازهم خصوصا بعد ما حس ان هم فعلا بيحبوا بعض ومحتاجين وقت عشان يتعرفوا على بعض. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو، وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.